الحقيقه المنتخب كوت ديفوار انه يطلع ويشيلوا المدرب ده كانت اول واقعه تحصل، ويشيلوا المدرب، جابوا المدرب الفياه. المدرب الفياه على فكره له صوره شهيره جدا في امام منتخب مصر لما خسر كوت ديفوار كلاعب، والان افريقيا تتحدث جميعها عن المدرب فياه وهو يعود بقوه ويتوج بلقب أمم أفريقيا كمدرب. هذا ما حضرتك قلتي أن البطولة دي شهدت أكبر عدد من الأهداف وهو 119 هدف. احنا عارفين طبعا أنه أمم أفريقيا من أول نسخة مصر 2019 أصبحت ب42 منتخب، والحقيقة أنه نسخة مصر اللي كانت 2019 شهدت 102 هدف، النسخة الماضية شهدت 100 هدف اللي كانت في الكاميرون 2022، ثم جاءت هذه النسخة يعني لتثبت انها نسخه هجوميه بكل المقاييس، وذهبت الى 119 هدف. واحنا عايزين ايضا نقول انه النسخه ايضا شهدت اكبر عدد من ضربات الجزاء، و17 ضربه جزاء لم يشهد اي نسخه قبل كده هذا العدد من ضربات الجزاء. وايضا النسخه شهدت 13 بطاقه حمراء، وهو رقم اقل ببطاقه واحده من الرقم القياسي في تاريخ أمم أفريقيا. الرقم اللي اتحقق في الكاميرون الحقيقة كانت بطولة يعني نقدر نقول 14 حالة طرد، بطولة سيئة السمعة في الكاميرون 2022. إنها بطولة كوت ديفوار 2024 شهدت 13 هدف. معاك يا استاذ.